دكتور انه نحن لا نغلب طرف على طرف اخر، ولا اريدكم تقصون طرف نهائيا، باقي لا تحلين قرصة لا تكسرين، اكلي لما تشبعين، وهذه الفوضى السياسية يجب ان تستمر الى ان يحققون اهدافهم. هذا اللي دا يصير. الاخوة مع اعتزازي بهم دا يتحدثون بطريقة سليمة وفق معطيات اللي عندهم، بس انا دا ارى انه المشهد الامريكي، امريكا ما احتلت العراق حتى تنطي روح لمن هب ودب، ماكو هيجي. امريكا راح تبقى مهتم بالعراق لموقع الجيوسياسي بالمنطقه، زين، وبالتالي هم هم يريدون في الشرق الاوسط يعني بلد اخر يتعاملون معه، وقد يكون هذا البلد امريكا فيما اذا تم التوافق، ايران فيما اذا تم التوافق على البرنامج النووي. لذلك ان يكون العراق حر في قراره 100%، والكتل السياسية تشكل كما تشاء وتجيب كما تشاء. يشوفون خطأ صار اليوم، راح يدفعون قريبا، راح يدفعون الشمعة الأولى للانتخابات، تمر سنة وإحنا ما قادرين نشكل كل شيء. انضرب الدستور وانضربت القوانين الوضعية وكل شيء انضرب بالدنيا، وما قادرين نشكل حكومة، ولكن القرار عراقي. طيب شو ما أخرنا إذا القرار عراقي؟ راح نقول اختلفنا على الشخصيات. طب ليش اختلفنا على الشخصيات؟ يعني بطلت ما جاب النسوان العراق زين، بس دولة اثنين ثلاثة نحور هاي العراق من أقصى إلى أقصى، عندنا بس رئيس جمهورية واحد وعندنا بس رئيس وزراء واحد، بطلت النسوان بعد ما جابت.